T-14 أرماتا هي واحدة من ثلاث دبابات قتال من الجيل الرابع في الخدمة اليوم، جنبا إلى جنب مع K-2 بلاك بانتر الكوري الجنوبي والتايب 10 اليابانية. وهناك عدد من التقنيات وأنظمة الأسلحة الجديدة قيد التطوير حاليا للتكامل على المنصة، ومن المحتمل أن تجعل القدرات المتقدمة للدبابة جذابة للغاية بين عملاء التصدير الروس، لا سيما مع نضوج التصميم ودمج المزيد من التقنيات الجيل القادم. وسيوفر الحصول T14 للعملاء وسيلة لاكتساب ميزة نوعية على جيرانهم ومنافسيهم. فيما يلي سنعرض لكم الدولتين العربيتين المحتملتين للحصول على T14 أرماتا، فابقوا معنا متابعينا وسنعود بعد الفاصل. أولا مصر. برزت مصر كعامل رئيسي للأسلحة الروسية، حيث قدمت طلبيات كبيرة لمقاتلات الميك 29M والسو 35 وصواريخ R-77 وطائرات الهليكوبتر الهجومية K-52 وS-300V4 وأنظمة الدفاع الجوي بوك M-2 من بين العمليات الشرائية الرئيسية الأخرى. سعت القوات المسلحة المصرية بشكل متزايد إلى تحسين دروعها في الخطوط الأمامية، والتي تتكون حاليا من مزيج من أنظمة الأمريكية والسوفيتية، وأجرت مفاوضات لترخيص إنتاج دبابات القتال T-90 مع قيام إسرائيل المجاورة بإدخال دبابات قتال ضخمة من طراز ماركافا EV، وهي منصة ثقيلة ومدرعة جيدا وتعمل على تطوير الدبابات أكثر تقدما في المستقبل. قد تسعى مصر للحصول على T-14 إما كبديل أو جنبا إلى جنب مع T-90 لضمان ميزة في حالة الحرب البرية المحتملة، مع وجود ما يقارب من 2500 دبابة في الخدمة. تعد الوحدات المدرعة المصرية من بين الأكبر في العالم، مما يشير إلى تركيز القوات المسلحة على هذا النوع من الحرب، وبالتالي فإن استحواذ على الدبابة القتال من الجيل التالي من روسيا يظل احتمالا كبيرا، لا سيما وأن النماذج القديمة مثل M1A1 وM60A3 وT62 التي تشكل حاليا الجزء الأكبر من الوحدات الخط المواجهة توقفت بشكل متزايد عن المنافسة ضد الأعداء المتميزين. ثانيا الجزائر. كعامل رئيسي للأسلحة الروسية، استمرت الجزائر في تلقي الدبابات T90 بأعداد كبيرة لتحديث وحداتها المدرعة، ما يقارب من 600 منها في الخدمة حاليا، إلى جانب ما يقارب 800 دبابة قديمة بما في ذلك S-300 والT-72 والT-62S وعددا أصغر من T-55S، في حين أن الجزائر لا تواجه أي تهديدات كبيرة لتفوقها المدرع، وتحتفظ بأقوى فرق دبابات في إفريقيا. كعامل رائد للأنظمة الروسية، يظل الاستحواذ على T-14 محتملا على المدى الطويل. ستزيد هذه الدبابات من فجوة في القدرات بين الدولة وجيرانها، وتوفر ردعا إضافيا للهجمات المحتملة. يبدو أن الجزائر قد ألزمت نفسها بشكل كامل بالحفاظ على قوة كبيرة وحديثة وجاهزة للقتال للغاية، منذ أن أسقطت هجمات الحلف الشمالي الأطلسي على ليبيا المجاورة في عام 2011. حكومة البلاد مع إهمال ليبي شديد للقوات المسلحة الذي ينسب إليه الفضل في تركها عرضة لخطر الغرب المفاجئ، إلى جانب الطائرات الجيل القادم وصواريخ كروز وأنظمة الدفاع الجوي، من المرجح أن تنضم T-14 إلى الجيش الجزائري خلال العقد المقبل.